الخير، وده حاجه بتشرفني ان في نادي زي كده، نادي مصري في مصر. طيب تعالي نروح للنادي الاهلي ومداخله مهمه جدا مع واحد من الشباب المميز ومقرر لجنه الشباب بالنادي الاهلي الاستاذ احمد حسام عوض. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا معايا شيخ الثاني، وبنتكلم على دور النادي الاهلي ودور طبعا الخدمه المجتمعيه، لكن عايز اعرف منك في البدايه كواليس المشروع وازاي تم الاتفاق مع ستك. في البدايه عمر انا حابب اشكر طبعا شيخ الثاني والقائمين كلهم على ساتوك فاونديشن على المجهود الضخم جدا جدا اللي بدينه، ودورهم الفعال جدا في التنميه المستدامه في المجتمع، واصرارهم الحقيقه على احداث تغيير حقيقي في مجتمعهم. الموضوع بدا لما السيد رئيس اللجنه العليا الاستاذ محمد يوسف وعبد الرحمن ناجي عضو اللجنه العليا تقريبا في اخر ايام في رمضان كان تواصلوا مع لجنه الشباب بخصوص في ان في ايفنت كبير ساتوك عاملاه هيتعمل للايتام من خلال المؤسسه. ولجنه الشباب دايما مهتمه بالانواع المختلفه من المشروعات، فادينا الحقيقه ترحيب جامد جدا بالعمل في مشروع بهذا الحجم بين مؤسستين كبار زي النادي الاهلي وزي ساتوك، وفعلا ابتدينا عملنا عرض تفصيلي للمشروع وازاي يكون تنظيمه ومين النجوم المشاركين، وابتدينا شغل عليه فورا. عايز اسالك يا احمد برضه، اشمعنى ساتوك؟ النادي الاهلي اختار ساتوك بالتحديد، اشمعنى؟ بص يا عمر، هي لجنه الشباب في النادي الاهلي كان دايما عندها رغبه على العمل في مشروعات مؤثره ومختلفه. ساتوك الحقيقه من النماذج اللي احنا نحب ان احنا نشتغل معاها او نشتغل في النوع ده من المشروعات. هي بتقدم رساله مختلفه تماما، ازاي ان الايتام دول جزء لا يتجزا مننا، وانهم يستاهلوا بشكل مختلف شكل مختلف من الدعم. اظن ان الشيخه كان عندها رؤيه جديده في دعم الايتام عن طريق الرياضه. وكمان الملهم بالنسبه لنا في لجنه الشباب ان الفاوندر بتاعه ساتوك شابه، يعني هي بالظبط رغم صغر سنها الا ان عندها الحقيقه يمكن احنا في اجتماعات مستمره عندها رؤيه محترمه جدا وعندها فيجن قويه جدا، ودايما عايزه تبقى مؤثره في المجتمع، وازاي قدرت تحول الرياضه من لعبه لرساله بتخلي الايتام النهارده يتحولوا من ضحايا في مجتمع الى ابطال رياضيين حاسين ان وراهم ناس ومؤسسات مظبوط مؤمنه بيهم وبتساعدهم. شاركت النادي الاهلي وساتوك النهارده مدي رساله في دور الخدمه الاجتماعيه اللي النادي الاهلي بيقدمه، وايمان مؤسسه بحجم النادي الاهلي بالرساله اللي ساتوك بتقدمها. والرساله اللي كمان غير ساتوك، الرساله ان في شابه هي اللي بتعملها، وده ايمانا منهم بدور الشباب. اعتقد ان في كذا رساله قدمناها بالتعاون اللي حصل ما بين المؤسستين. دور مجلس الإدارة يا أحمد، وإزاي عرضتوا الموضوع أو المشروع على المجلس؟ الحقيقة المشروع ده تم عرضه زي ما قلت لك عن طريق الأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا، والأستاذ عبد الرحمن ناجي عضو اللجنة العليا، على المدير التنفيذي أولا العميد محمد مرجان اللي عاوز أشكره برضه على المجهود اللي بيعمله معانا الحقيقة. يعني هو الحقيقة أدى ترحيب كبير جدا جدا بيه، وبدوره قدمه لمجلس الإدارة في النادي اللي على الفور أدوا موافقة مبدئية على المشروع كمساهمة من مؤسسة بحجم النادي الأهلي بصفته أكبر مؤسسة رياضية في أفريقيا، في إن هو يدعم رسالة زي اللي بتقدمها ساتوك. والحقيقة زي ما أنا كنت سامعك بتتكلم شيخة من شوية، شيخة كانت ذكية جدا في اختيارها لمؤسسة بحجم النادي الأهلي بصفته أكبر مؤسسة رياضية عشان نعمل مشروع يليق بحجم الحدث يعني إن شاء الله. طيب انا عارف لجنه الشباب دايما بيكون عندها يعني مشروعات كتيره جدا، لكن ازاي دورك ودور لجنه الشباب في اختياركم للمشاريع بعينها؟ ازاي بتختاروا مشاريعكم اللي بتنجحكم وبتنجح النادي الاهلي؟ انا زي ما قلت لك يا عمر من شويه، لجنه الشباب لما اتشكلت كان ليها هدف مختلف، هي احداث تغيير والعمل على مشروعات مختلفه من نوعها داخل النادي، بتخدم النادي واعضائه وجماهيره، وعلى كمان تفعيل دور النادي الاهلي المجتمع، يعني زي ما احنا بنعمل النهارده في البروجكت ده اللي بنعمله مع ساتوك فاونديشن. النهارده على فكره طبعا زي ما انت عارف لجنه الشباب اول مره بتشكل في تاريخ النادي في عهد المجلس برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا كانت هي المحرك لافكار ومشروعات مختلفه داخل النادي، يعني انت من فتره عملنا بروجكت شغلني صح ساهمنا في مشروع التعريف بنظام اللائحه الاساسيه، كان من حوالي شهر عندنا الاتفاقيه بتاعت بنك المعرفه المصري مع بحضور الكابتن الخطيب والدكتور طارق شوقي وزير التعليم. ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان هنقدم مشروعات شكلها مختلف. ما ينفعش تقول لي يعني مشروعين ثلاثه كده ممكن تحت الدراسه او بتفكروا تعملوهم، يعني ولا الموضوع كونفيدنشال؟ لا سر مفيش كونفيدنشال ولا حاجه، لا خالص. احنا عندنا مثلا بس حاجات طبعا انت عارف لازم ناخد موافقات طبعا في
طبعا. فخلينا في صح خلاص ناخد الموافقات ان شاء الله. طبعًا. يعني هنعرضها كلها باذن الله. طيب عايز اقول لك اخيرا، هل في اتفاقات ثانيه مع ساتوك حتى بعد التصفيات ولا لسه كل الامور تحت الدراسه؟ انا فعلا كنت يعني لسه امبارح اقول امبارح بتكلم مع شيخه في ان ازاي نقدر نفعل الشراكه دي بشكل اكبر ما بين النادي الاهلي وساتوك، وبشكل يخدم اهداف النادي اللي هو اهداف النادي في دوره الانساني والمجتمعي، وفي نفس الوقت يخدم اهداف ساتوك بدورها انها تكون شريك اساسي في الموضوع ده. ان شاء الله بعد التصفيات مباشره هيكون في عدد من الاجتماعات مع شيخه عشان نتكلم في تفاصيل اكثر ونقدم بيها رؤيه متكامله لمجلس الاداره ناخد عليها موافقه، وان شاء الله نقدم حاجه تليق بحجم المؤسستين باذن الله. احمد حسام عوض مقرر لجنه الشباب، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي.